الحقيقة في عضو شرف الحقيقة، كانت تصريحاته رائعة، مواكبة ترى عبد العزيز الحميد. نعم، عضو مجلس تنفيذي مستقيل، هو عضو مجلس تنفيذي واستقال. والله خسارة، يعني انتم كيف ما تحافظون على مثل هذا الرجل؟ والله لا، هو ابتعد، يعني عبد العزيز استمر 10 سنوات. لانه انا صراحة ولا اقطع الوارد، انا كنت اشوف ردوده والاشياء اللي كذا، رجل كأنه عايش بالنادي، رجل اعمال، يعني لما تلقى عضو شرف عندك بالشكل هذا. والله شوف اخوي ابو احمد، يعني هو الشيخ عبد العزيز جرى شهادتي فيه مجروحه، هو عضو مجلس تنفيذي، ولكن هو قدم الكثير صراحه، ولكن في الاونه الاخيره يمكن الاعمال الخارجيه خارجه اوراق النادي يمكن اكلته شويه وتعبته. انا ان شاء الله اقول استراحه محارب، حيرجع ان شاء الله ابو محمد، وله بقريب، يعني هو بعد كل مباراة يكون في اتصال. وانا استغرب الحقيقة نادي التعاون الحقيقة، هذه كلمة طبعا ما استغرب، اعتز فيها اعضاء شرف الحقيقة في التعاون او منتمين، تجده حتى في يعني مثلا نعرف محمد الفهد العيسى اللي هو مدير اللي كان وكيل وزارة العمل، انه في احدى المناسبات يقول لا تكلمون الا عن التعاون. يعني تجد ما ودنا نسميهم والعشق ترى في لا 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 شوف الاخ محمد العيسى الحقيقه ما كان يتحدث الا عن التعاون ويمدح الفرق الاخرى، لكن يرى في التعاون انه المستقبل القريب. هل انتم مثل هذول اعضاء الشرف، هل انتم يعني تضعون لهم وقت معين تسمعون معهم؟ لا، خاصة إذا كانوا عقليات مثلا الإدارية الكبرى مثل هذه الشخصيات. في اجتماعات احنا وضعنا اجتماع يمكن بعد ما افتتح المنشأة، في اجتماع وضعناه وحضر كثير، في اجتماع وضعناه قبل سنتين يمكن في الرياض وأيضا حضر كثير. التواصل موجود على بشكل يومي مع أكثر من شخصية صراحة، متواصلين، حتى بعضهم يكون خارج البلاد كثير أشغال ويتواصل من خارج البلاد بعد مباريات، يعطيهم العافية، التواصل موجود ويعطيهم متابعين، بالعكس مقدمين خدمات كثيرة أحيانا تكون لوجستية صراحة للفريقين. في كلمة أخيرة ممكن؟ إيه أفعلك. فيه الحقيقة أحد الزملاء في أمريكا، في كهف من أقدم الكهوف وزاره، ممكن سمعت بالقصة دي الحقيقة. يقول لك وصلنا لآخر الكهف وكانت فيه بالكشفات، يقول والله العظيم مكتوب يعيش التعاون. والله شوف نقلا، واسأل الأخ محمد الفهد العيسى عن هذه، يعني القصة كاتب هذا من احد طلابنا ولا قديم، هلا يقول لك انه كاتب في السبعينات يمكن يعيش التعب. واحد مصورها لشلالات نياجرا، هذه مصورها وين؟ شلالات نياجرا، ما ادري انا، بس انا ذكر القصه الاخ محمد بن عيسى وقال موجود. وطبعا يعني شوف العشق وين، كاتب احد الطلاب انه يعيش التعاون. طيب كويس انهم ما مسكوه، انه محمد عبد الجواد.